نهاركم سعيد مشاهدينا، وأهلا بحلقتنا ليوم الأحد 27 تشرين الأول. لليوم السابع نهار طرابلس حذر وليلها متفجر، والكلام هو إياه بعد كل جولة، وفي خلالها تأكيد من قيادات المدينة عن رفع الغطاء عن المسلحين ودعوة القوى الأمنية للضرب بيد من حديد. وفي آخر المواقف كلام لرئيس الحكومة المستقيلة على إطلاق يد القوى الأمنية لضبط الوضع بشكل صارم ومتوازن، مع التشديد على أن التغطية السياسية لحسم الوضع وإعادة الهدوء باتت مؤمنة. أما وزير الداخلية والبلديات مروان شربل فأقر بأن في كل شارع في طرابلس قرار سياسي مختلف، كاشفا أن المرحلة الأولى من الخطة الأمنية تستهدف حماية طرابلس من السيارات المفخخة. وأشد ما يقلق هو ارتباط ما يحصل في طرابلس بالوضع السوري والتحضيرات الجارية لمعركة القلمون. وكان لافتا أمس موقف الرئيس سعد الحريري العالي النبرة، فسأل هل يصح أن تكتفي الأجهزة الأمنية ومسؤولوها المحليون بمراقبة الوضع وإعلان العجز عن مواجهة المخاطر التي تتهدد المدينة؟ في الشأن السياسي استمر التصعيد بين 8 و14 آذار وعشية إطلالة السيد حسن نصر الله. أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أن المقاومة خط أحمر وما دون ذلك كله قابل للنقاش. فهل الصيغ الحكومية من ضمن الأمور القابلة للنقاش؟ ضيفنا اليوم عضو كتلة المستقبل النائب جان أوغا سابيان، ومعه نتناول التطورات السياسية والأمنية إلى ملف المعتقلين والمفقودين في السجون السورية الذي عاد إلى الواجهة بعد إطلاق مخطوفي أعزاز. نهارك سعيد سعادة النائب، وشكرا لتلبيتك دعوتنا ليوم الأحد. أنا بدي أتشكرك على استضافة اليوم، وكمان وجه تحية لكل المشاهدين الكرام، إن شاء الله يكون نهار سعيد للكل. الله يخليك. أول ما نبلش بحوارنا، طبعا عندنا محطة صباحية مثل كل يوم هي مع حال الطرقات. الأحد يعني نهار فرصة، منشوف طريق جونية فاتحة بطبيعة الحال خلافا لأيام الأسبوع، الدورة كذلك الأمر، حركة سير خفيفة جدا على الجسر، ولكن تحت الجسر بعد الحركة الناشطة. كمان شر الحلو الحركة خفيفة جدا جدا. ساحة سيسين حركة صباحية يوم أحد رايقة. شارع الحمراء حركة سير معدومة تقريبا. والمدينة الرياضية الحركة كمان خفيفة جدا بطبيعة الحال، يوم آخر يوم الأسبوع يوم عطلة. كورنيش المزرعة حركة سير خفيفة، عادة بتكون كتير مزدحمة بس اليوم بعدها رايقة. وساحة صيدا الحركة خفيفة. هيدا إذا حال الطرقات، ومشان هيك يمكن حضرتك وصلت بكير اليوم ودردشنا شوي. دردشنا شوي وبدنا نبلش بموضوع طرابلس. برأيك طرابلس هي تعمل بأجندة خارجية على وقع الأزمة السورية؟ يعني مثل ما تفضلتي وذكرتي أنه المسألة بطرابلس لم تعد مسألة لبنانية داخلية محض. نعم. إذا بدنا نشوف بالمكرو شوي، اليوم من 3 سنين لهلا كل الدول العربية تأثرت بالربيع العربي، واليوم هذه الدول تشهد اهتزازات سياسية وأمنية وأيضا بعض الانعكاسات الاقتصادية، إلى أن امتدت هذه المعركة إلى سوريا. واليوم سوريا تشهد مواجهات كتير كبيرة، مواجهات عسكرية وأمنية، وأيضا باتت ساحة لحرب كونية يمكن باردة ما بين الأمريكيين والروس من جهة، وأيضا حرب ما بين التطرف من هنا وهناك إن كان السني أو الشيعي. وصار في مجموعات تأتي من دول عديدة لتحارب بسوريا، وهون يمكن نجح نظام الأسد شوي بتغيير من صورة الثورة اللي كانت بالبدايات ثورة شعبية سلمية، انتقلت إلى ثورة شعبية عسكرية، واليوم نشهد ثورة تطرف. وصار في دخول لمجموعات من أكثر من دولة عربية، صار فيها حروب وعدة حروب وعدة سورية. أجندات وعدة نعم. أجندات ضمن الأجندة الإيرانية الواضحة بالتمسك بهذا النظام، النظام السوري الحالي، وأيضا اعتبار هذا النظام مثل النظام المالكي مثل حزب الله، اعتبارهم بمثابة ورقة تفاوض لحماية المصالح الاستراتيجية الكبرى الإيرانية. هلأ وما صارت المعارضة بالآخر ورقة تفاوض، يعني وقتها تشوف الغرب عم بيتخلى عنا، وقتها بينتهي الاتفاق كما انتهى بموضوع الأسلحة الكيميائية. صحيح.
مشان هيك صحيح معك حق بهذا المجال. لذلك أنا قلت لك أنه الحرب بدأت ببعد معين، الحرب بالثورة بسوريا هي منتهت. كانت ثورة من أجل الديمقراطية والحريات ومشاركة الشعب ورفض نظام هيمن لسنوات عديدة أكثر من 40 سنة، ولكن اليوم نتيجة المماطلة أو نتيجة عدم وجود رؤية واضحة أو قرار من أو قرار واضح من القرار أممي واضح وبالتحديد من دول القرار الولايات المتحدة والروس حول سوريا، الأمور فتحت على كل هذه الاحتمالات. وأول المتأثرين لبنان، خطورة ذلك المتأثرين هني كان العراق بالدرجة الأولى، واليوم عم تشهد الساحة العراقية تفجيرات يومية يعني عم نسمع منها يمكن جزء منها، وأيضا باقي الدول طبعا لهذه الأمن ممسوك فيها مثل الأردن، ولكن كل الاحتمالات واردة ولبنان. هلأ الساحة الطرابلسية هي الخاسرة الأضعف، هي الخاسرة الأضعف، لأنه من إذا بديك تقولي أهداف النظام وأيضا حزب الله بالنظام السوري وأيضا حزب الله هي إيجاد خلافات صراعات أحداث أمنية وغيرها بالمناطق ذات الأغلبية السنية. وبالتالي من أجل ذلك يعني مشروع سماحة مملوكين رح يكون بعكار وبالشمال، والتفجيرين اللي صاروا بالأمس للجماعة اثنين جماعين كمان كان بمنطقة طرابلس، وعملية التسليح اللي صار من قبل النظام لمجموعات مع المحسن أو لحتى ما يسمى بسرايا المقاومة، هذا التسليح قابلوا أيضا تسليح آخر من الأطراف إذا بدنا نقول تنظيمات السنية، لكمان هذه التنظيمات كان عليها جهة مساعدات ودعم وانفتاح وفتح كل القدرات، وبالتالي يعني صار طرابلس اليوم صندوق بريد للنظام السوري من جهة، وأيضا للأنظمة اللي اليوم تحارب هذا النظام السوري بيت كمان موجود هذا الساحة الطرابلسية أخذت هذا الطابع. من هنا إذا بدنا نقول صعوبة الوصول إلى حلول وتسويات وتفاهمات، وصعوبة أكثر باللجوء إلى حل عسكري، واللي مبارح سمعت أنا أحد قادة المحاور حضرتك بالجيش ليه في صعوبة بإيجاد حل عسكري؟ ليش الجيش منه قادر؟ بس يعني بسبب أنه ما في غطاء سياسي أو في صعوبة، في خوف من هدر دم كتير؟ ليش؟ شوفي أول شيء بدي أقول لك ست ندى أنه معظم أهالي طرابلس بغالبيتهم يرفضون منطق العنف ومنطق السلاح، ورافضين هني ومش مأذين وعم بيعانوا طبعا. ومبارح شفنا نحن الهيئات الغير حكومية المجتمع المدني عم بيثور وعم بيصرخة غضب، لأنه هذا المظهر بيخسر كل الناس طبعا، وأي سلاح خارج إطار الشرعية هو بحد ذاته خطر وسيء، وانعكاساته ايضا كل لبنان طرابلس تتحملها وكل لبنان يتحملها، ومنطقه السلاح ايضا. من هون بنرجع اذا بدك ترجع الى الاساس، من عم نقول نحن انه خلص لا يجوز انه يكون في اي سلاح الا بيد المؤسسات الشرعيه ضمن المقاومه. يعني حتى مشكلتنا مع مبادره الرئيس بريكين وقت استثنى سلاح المقاومه من مساله لم السلاح من كل الاطراف. هلا هذا يعني شل المدينة طيب كنا نحن باجتماع مع بلجنة الاقتصاد النيابية مع رئيس جمعية تجار طرابلس، حرام بيقول رئيس الجمعية انه طرابلس تأثرت سلبا، الأسواق الطرابلسية تأثرت فعلا. سلبا خسرت 90% من قدراتها عاصمة الشمال، عاصمة يعني الشمال. 90% مدينة. أنا قلت له يعني أنت عم بتقول ما في اقتصاد ما في تجارة، قال لي إيه ما في تجارة بطرابلس، لا يجوز. وبالتالي هذا السلاح بيت خطر على حياة الناس، حياتهم ورزقهم وكراماتهم وممتلكاتهم، وهذا السلاح ولسوء الحظ هو سلاح بيت بمثابة صندوق بريد لا النظام السوري بلبنان بيقدر يحلكه ساعة البريد هو، وخاصة أنه كان بآخر مقابلة الرئيس بشار الأسد كان واضح بيعتبر أنه جبهة المحسن جزء من أمن سوريا،
والقيادات بجبل محسن منها بتخجل، يعني بتقول انه هي تنتمي وترتبط سياسيا لا يخجل انه باعلان انتمائه وتأييده للثورة، ولكن المؤسف انه ما حدا عم بيعلن تأييده وانتمائه للبنان. للبنان من المقاتلين، مشان هيك انا ماني عم بقول لك انه والله هو اصحاب خاص، بس انا عم بقول لك انه بداية بدأت العملية تحت منطق هي ضرب المجتمع السني وإلهائه بمعارك داخلية، وهذا التسليح يعني عمره سنتين مش جديد يعني. وهناك قيادات سياسية مولت البعض يعني، تحديدا هاي النقطة. نعم تحديدا يعني الرئيس مئاتي، قيادات سياسية ورئيس مئاتي عطى التوجيهات مثل ما قلنا للقوى الأمنية لضبط الوضع وضرب بيد من حديد. أنا بقول لك شو مصلحته هو يمول القيادات. أنا بقول لك على الهواء ومسؤول عن حديث الرئيس مئاتي، شارك هو بتمويل بعض الأطراف المتقاتلة بمراحل سابقة من حين ما عمل رئيس حكومة. ليش هالهجوم على الرئيس مئاتي؟ أنا عم بحكيك وقائع. حضرتك عم بتقول هيك قبل بمرة، يعني نائب سابق مصباح الأحدى بحكي عن ذات الكلام. طب ما رئيس مئاتي هو يعني ابن طرابلس، شو مصلحته أنه تخرب مدينة طرابلس وهو رئيس حكومة مستقيلة؟ يعني هو ما هو مسؤولية ليه؟ ليش بده هو يمولها؟ وأنا بستغرب، ولكن هو مول. وأنا عم بحكيك فاكت وقائع. كيف الوقائع؟ عطيني وقائع انه مول. عطيني بشيء دليل ولا في موجود في ادله، ولا القيادات السياسيه بطرابلس على اطلاع. هلا النائب احدب حكى وفي غير نواب حكوا كمان، وفي ناس مين؟ نعم مين غير نواب؟ في نواب تيار المستقبل حكى. طب نواب تيار المستقبل ما كمان في نواب عندهم مجموعات يلي بيمونوا عليها بطرابلس وبباب التبانه، وكمان مجموعات هي مسلحه ولا تخفي أنا ذلك. انا بقلك على الهواء، نحن موقفنا واضح بهذا المجال. كل شخص معه سلاح يقاتل غير ضمن إطار المؤسسات الشرعية نحن ضده أيا كان، لأنه هذا السلاح عم بيكلف كل لبنان، عم بيكلف طبيعي. عم بيخدنا إلى المكان الغلط. مش هيدي سقفة حياتنا نحن، ولا هيدي مشروعنا نحن السياسي، ولا هيدي حضارتنا، ولا هيدي ثقافتنا، مرفوض. وبالتالي برجع بقلك أنه لنرجع للحل، الحل يعني بيت معجزة، لأنه طالما أنه هذا السلاح مرهون بالخارج، طالما أنه النظام السوري بأي فرصة اللي كان بده يرجع يحرك الساحة السنية، بده يرجع يحركها، وبالتالي هون الدولة بدها تاخد قرار. هذا القرار ممكن يكون قرار عسكري صرف، أو إذا كان قرار سياسي داخلي لبناني، أو هذا القرار بده يكون من ضمن جزء قرار حل بلبنان وبالمنطقة ككل. وللبنان اليوم بيت يرزح إذا بدك تقولي تحت ضغوطات الخلافات والصراعات اللي حاصلة، مش بس كانت ما بين من جهة إيران والمملكة العربية السعودية، اليوم فات كمان أمريكا على الخط، والتباين السعودي والأمريكي وانعكاسه على أكثر من دولة منا بمصر مثلا. هون في خلاف كبير بالرؤية الأمريكية والسعودية بمسألة مصر. وبالتالي أنا يعني إذا كانت العملية تبويس لحي أنه رؤي أخوان مثل ما عم بيصير من سنتين لهلأ، طيب هالمسلحين بينكفئوا، ولكن السلاح موجود والتعبئة المذهبية مستمرة والميل عم بيجي والتموين عم بيستمر. وبالتالي ممكن بأي لحظة لسبب ما، أكيد منه لبناني، لأسباب كلها منه لبنانية، أسباب خارجية، ممكن ترجع بتولع إذا مسألة بس عملية أبعاد المسلحين. أما إذا كان بالفعل في قرار سياسي واضح أنه أي سلاح بيظهر هذا السلاح يعتبر أنه غير شرعي، وبالتالي على القوى الأمنية بغطاء سياسي جامع من كل الأطراف، القوى الأمنية والجيش والقوى الأمنية على أنواعها يعني، والمؤسسات الأمنية على أنواعها، بده يكون عندها غطاء من كافة الأطراف، قادرة هي كل شخص معه سلاح بده تلقطه وتحاكمه وتسلمه للقضاء. إذا يا بده يكون في قرار من هالنوع، يا أما طرابلس بدها تشهد جولات وجولات، واللي عم تشهدها إيه طبعاً، وعم تشهد صرنا 17 جولة ممكن نعم. يصيروا 27 17 جولة. ومعليش الجولة اللي بلشت من التنين لحديث هلأ في عنا أكتر من 13 قتيل، كأنه العالم دم رخيص هالقد تروح يعني. شوف استنادة، مش قصة بس اللي ضحايا 13 اللي نحن بالفعل بنأسف، وعنا 80 جريح، ولكن مدينة بأمها وأبوها اليوم مشلولة، مدينة إذا بدك تقولي عم بتعيش حالة رعب، عم بتعيش حالة قلق، عم في مدارس مقفلة، في جامعات مقفلة. حضرتك عم بيقول تقول إنه في استهداف للطائفة السنية الكريمة من قبل النظام السوري، من قبل النظام السوري لخلال تلتهي. نعم. أوكي تلتهي ببعضها. طب شو اللي بيمنع كان تيار المستقبل بعضها ولحتى تستجلب؟
أنا معك. الحرب الدائرة بسوريا إلى الداخل اللبناني، ولا تصوير هذا النظام نظام الأسد أنه هذا النظام هو حامي الديمقراطيات والحريات، وهو اليوم يحارب، مش أنه عم بيحارب الشعب السوري، عم بيحارب الإرهاب. طيب. كما يحارب الإرهاب هو حسب ما عم بيصور يعني. نعم. نعم. كما يحارب الإرهاب بسوريا فهو يحارب. طيب. بما أنه كتلة المستقبل وحضرتك عضو فيها. نعم. شايفين هالقراءة واضحة وشايفين شو أهداف النظام السوري وحلفائه. طب تيار المستقبل جزء أساسي من فعاليات طرابلس والشمال، وعنده وجود وحضور على المستوى السياسي والبرلماني. حضور شعبي كتير. نعم. كبير. وعنده نعم. حضور شعبي. الرئيس مئاتي ووزراء آخرين، 5 وزراء من طرابلس، الرئيس عمر كرامي والوزير فيصل كرامي، شو اللي بيمنع أنه فعلا طالما في إدراك لهذه القراءة تقوم تيار المستقبل بمبادرة لا يعني لم الشمل السني أقله لحماية السياحة السنية؟ لا معك حق. بدل ما يجي موقف من الرئيس سعد الحريري تشكيك بدور الجيش وتحويل قوة الجيش المجولة إلى شاهد زور في الحرب المعلنة ضد طرابلس، ليش الجيش بيقدر يعمل؟ الرئيس سعد الحريري يشكك بالسلطة السياسية بالحكومة الموجودة. فإذا شو ذنب الجيش إذا ما فيك أراضي سياسية؟ الجيش مؤسسة تابعة لسلطة سياسية، وهي تخضع لتعليمات وأمامر هذه السلطة السياسية. وقت الرئيس الحريري عم يحكي عن هذا الجيش أنه عم بيكون بمثابة شهود زور، هو يستهدف السلطة السياسية التي تجعل من هذا الجيش من شاهد. ليه؟ لأنه نحن هذا العسكري بالنتيجة هو ينفذ أوامر، هو ينفذ أوامر، هو ينفذ أوامر، ينفذ أوامر قياداته. وقيادة العسكرية هي مؤسسة تنفذ أوامر السلطة السياسية. يعني الجيش لا يمكنه أنه هو يبادر باتخاذ إجراءات عسكرية صارمة قد تكلف يمكن كثير من الشهداء وضحايا ودمار، إلا بحال أخذ أمر واضح من السلطة السياسية. وهون دور السلطة السياسية اللي نحن عم نقول أنه هذه السلطة السياسية، ولكن لسوء الحظ، من هي صاحبة القرار؟ من يحكم لبنان اليوم؟ من هو الذي يستأثر بالقرار السياسي استراتيجي بلبنان؟ الذي يستأثر بالقرار هو حزب الله، وحزب الله يعمل من أجل. بس جوابا على سؤالي. نعم. على شو اللي بيمنع تيار المستقبل هو الأكبر كتلة. نحن فينا نعمل، نحن عم نقوم بدور جامع بين مختلف الأطراف. وعم نشهد حركة كتير كبيرة عم بيقوموها نواب التيار بطرابلس، وعم بيكون في اجتماعات دورية قد ما بدك، وفي كمان تنسيق كامل مع سماحة مفتي الشمال بهذا المجال. ولكن ست ندى، المسألة مش مسألة سياسة، بطلت مسألة سياسة. المسألة باتت أنه في صندوق بريد. طيب تيار مستقبل قادر يمون على النظام السوري يعني لحتى يقول له يا أخي ما بقى تيجي تحرك الساحة الطرابلسية، هيدا عم بتكلفنا غالي، أو قادر يمون يقول له ما بقى تبعت لنا متفجرات، أو قادر يقول له أنه هذا العمل التخريبي. تحسين من الداخل، تحسين طرابلس من الداخل مع كل هالفعاليات وشخصيات اللي مفروض تكون غيورة على مدينتها. صحيح، ما هي الفعاليات عم تجتمع. ولكن بدي أقول لك شغلة تانية كمان، هلأ ما ناخذ الطرف الآخر. من جهة أنا عامل لك أنه هذا النظام يريد تخريب طرابلس وعكار، واضح. ومثل ما ذكرت هلأ قلتي كلام شيء كتير مهم اللي حكيتيه بالنسبة لمعركة الألمون. معركة الألمون وعرسال هي جزء من هذا المخطط، اللي هو عملية ضرب الساحة السنية بالداخل بأدوات لبنانية، كانت بحزب الله أو كان سرايا المقاومة أو كان جبل محسن أو كان ما بعرف أحزاب أخرى. طب ما هذه المعركة لبنان يدفع الثمن، ومعركة القلمون لبنان سيدفع الثمن. يعني هيدي معركة بغاية الخطورة، هيدي معركة عم تمتد توصل لطرابلس، توصل هيدي أخطر من طرابلس كمان طبعا، لأنه هيدي معركة عم تمتد لسبعين كيلومتر. يعني بتعرفي أنا كنت مسؤول عن إدارة ترسيم وإدارة وضبط الحدود بين لبنان وسوريا، وكان عندي مفاوضات مع الجانب السوري بهذا المجال، وبنفس الوقت رأست اللجنة اللبنانية. حدود عرسال وجرود عرسال مع سوريا هي بحدود 70 كيلومتر، وعم نحكي عن عمق 15-20 كيلومتر. وعرسال اليوم فيها 40,000 من اللبنانيين وفيها 40,000 من اللاجئين. طيب وبنفس الوقت عرسال هي المنطقة الوحيدة هذه اللي مقابل منها من الجهة السورية في الجيش الحر وفيها المعارضة على أنواعها. نعم.
غير الحدود مع عكار السنية. الحدود مع عكار السنية من جهة سورية هو في جيش النظام السوري، وبالتالي معركة الألمون هي عملية إقفال هل 70 كيلومتر ومعركة بوجه المعارضة وبوجه كل المجموعات اللي هي تعارض هذا النظام بلبنان أو بسوريا، والخوف أنه حزب الله يكون جزء من هذه المعركة، وبنفس الوقت أنه الجيش بمكان ما يتورط بمعركة من هالنوع. ما هو أعلن أنه راح يحارب بالقصير تيحمي الخاصرة اللبنانية وخاصرة المقاومة، فشو اللي بيمنع؟ صحيح، خاصة أنه امتداده بيوصل لبعلبك لسلسلة الشرقية للهرمل. ما هي منطقة القصير هي لحتى يعملوا الممر آمن ما بين الجبل العلوي اللي بيمتد من الأرداحة لصفيطة للهرمل، وبيحمي الساحل اللي بيعتبروه الساحل العلوي، بالرغم انه في مليون ونص سنه فيه، يعني اذا اخذنا خط بنياس ترطوس اللاذقية كان هذا مطلوب، هذا الممر ما بين البقاع والجبل العلوي. ولكن منطقة القصير كانت حرب القصير وقرى القصير، لأن هي قرى عديدة هونيك، في قرى صغيرة وفي مجمعات سكنية وغيرها، كانت محصورة بعدها بالجغرافيا السورية. هيدي اليوم محصورة بجغرافيا لبنانية بمساحات كتير كبيرة، بدأت تنعكس على كل البقاع، على كل بقاع، وبدأت تنعكس كمان محل ما فيه، بدأت تنعكس لصراع داخلي يعني معلم، صحيح. ما عم نشوف بين جبل نصر. أنا بقول مغامرة كبيرة عم بيقوم فيها حزب الله، هي بدها تكلف لبنان. وهذا موضوع أنا طرحته باجتماعات قيادات 14 أذار، وطرحته على تيار مستقبل، وألفنا لجنة من تيار نواب التيار مستقبل، وعملنا جولة على القيادات الأمنية، وزرنا قائد الجيش ووضحنا لكم. قائد الجيش وجاوبكم. قائد الجيش هو حريص على سلامة كل اللبنانيين، وأنا هون بوجه تحية تقدير وأكبر وأحترام للمؤسسة العسكرية اللي عم تقوم بدورة بشكل ممتاز. ما مع أنه كتلة المستقبل هاجمت كتير المؤسسة العسكرية، أكان بما حصل بعرسل أو بعبرة. نحن ولا مرة ككتلة هاجمنا أو نواب. في بعض النواب صحيح، ولكن ما أنه موقف الكتلة. الكتلة بتاخدي كل بياناتها دون استثناء، هي بيانات دعمة للمؤسسة العسكرية. حتى بعبرة كان عندنا نحن مشكلة عن ظهور المسلح اللي كان بالمقابل بالأطراف، أنه لكن موجودة، أنه الجيش عم ينفذ عملية. أي نعم. وبالتالي أنا برجع بقولك بوجه تحية لها الجيش، وما نحمل الجيش والمؤسسات العسكرية. طب قالكم مثلا شيء قائد الجيش، أنه طالما هو حريص على سلامة كل اللبنانيين، نعم، كل المناطق، في قدرة عند المؤسسة العسكرية أنه تحمل حدود؟ إذا بطرابلس ما في قرار سياسي يعطيها القدرة أنها تضبط الوضع. أنا عم بقولك، فإذا شو بده يكون موقف المتفرج يعني الجيش اللبناني والقوى الأمنية؟ ما بده ينزلق الى المكان انه يوضع نفسه بمواجهه طائفه بامه وابوه بلبنان، ما عنده هو هيدي. لا، اذا بده يحمي الحدود ما عم بيحمي كل الطوائف، ما قادر هو بقدراته. انا بقول لك بكل صراحه، انت حضرتك كنت بالجيش، يعني عم بالجيش وبتعرف. انا عم بحكيك فاكت واقع، الحدود بين البريه بين لبنان وسوريا، اذا اخذنا من العبوديه وصولا لطرف شبعة، لانه شبعة والجنوب لبنان هو خاضع للقرار 1701. هذا الموضوع ما بحثناه مع السوريين. انا ما بحثت مساله شبعة. اوكي، عم نحكي شبعة خارج البحث. هاي الحدود متعرجه طبعا، بتعرجاتها هي بمسافه 330 كيلومتر. الجيش مش قادر هو يوضع عسكر ونقاط على طول هذا على طول الحدود، لانه نحن الحدود بين لبنان وسوريا سندها حدود وهمية. معنا أنه حدود والله في حواجز وفي عوائق مفتوحة على كل احتمالات، أراضي يعني متداخلة ببعض أساسا، في خلافات بملكية الأراضي، وهناك احتمالات بالدخول بأي مكان، يعني بالمعابر قد ما بدك. وبالتالي خلينا نحن ما نجي نحمل المؤسسة العسكرية وزر الخلاف والصراع السياسي. مظبوط، ولكن أنا كل بس قادر يفصل بالداخل إذا صار في صراعات داخلية. هو مش الهدف، مش عم بقول أنا أنه يكون بوجه طائفي، ولكن قادر يفصل تما تفوت هالمذاهب والطوائف ببعضها وهالتيارات السياسية. هيدي مشكلة بالسياسة من هون. نحن أنا عم بقول لك، أنا يعني بتمنى على الحزب ما ياخذ البلد للدمار. إذا فات حزب الله بمعركة القلمون وشارك عسكريا، أنا بعتبر أنه هذا الموضوع بمثابة ضرب مسمار ب قلنا هيك وقت القصير. لا القصير، برجع بقول لك سندا، القصير كانت بمساحة سورية، بأرض سورية، بمعركة حزب الله مع سوريين. اليوم عم بحارب
عم بيحارب طائفة بأمه وأبوه موجودة بعرسال وموجودة ممتدة، لأنه شوفي أهالي عرسال بغالبيتهم مزارعين. أوكي، إذا بتدرسي دراسة سوسيو اجتماعية اقتصادية بغالبيتهم مزارعين موزعين هن على امتداد مساحة السهل، سهل البقاع. وبالتالي أنه شو بده يصير بعدين؟ وهذا الموضوع بحد ذاته كمان بده يكون له تأثيرات كتير ومضاعفات بغاية الخطورة على طرابلس، لأنه طرابلس جبهة موجودة يعني فيها كل الإمكانيات والقدرات والمعطيات أنه تنفجر بأي لحظة. إذا بتسمح لي معي على الهاتف، بعد شوي رح يكون معنا على الهاتف زميل ومستشار الإعلامي للرئيس مئاتي فارس جميل، يمكن عنده رد على الكلام يلي عم بيطاول هالفترة الرئيس مئاتي. أنا بدي أسأل حضرتك، طب بناء على كل ما تقدم، بتعتقد أنه الدولة هي متهمة أو عاجزة في طرابلس؟ الدولة ككل وليس اليوم شخص رئيس مئاتي فقط يعني، بس نو أنا رئيس مئاتي ما عم بقوله، عم بتهمه بشغلة واحدة بتمويل الإسلامية. أنا ماني عم بتهمه، عم لك فاكت وقائع، اتهام منه بسيط. أنا عم لك فاكت وقائع، وهذا الموضوع يراجع الحكي عن رفع الغطاء هو مجرد كلام، يراجع النائب الأحدب عنده هو إثباتات ونواب كتلة المستقبل. طب بس إنه معلش ساعة النائب، يعني الكلام عن رفع الغطاء هو مجرد حكي برأيك؟ هو مجرد حكي أكيد. شو لك خلص، مفروض أي شخص معه سلاح هو عدو للوطن غير المؤسسات العسكرية الشرعية. أنا بالنسبة لي هيدا المعادلة واضحة، كان مقاومة أو غير مقاومة، إيش في شيء شو مقاومة يعني؟ أنتوا بترفعوا الغطاء عن كل مسلح، أي شخص لو أي كان شخص قريب سلاح من تيار المستقبل بطرابلس، إذا كان قريب ما بيحق له يحمل السلاح. أي سلاح أيا كان نوعه غير بإيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الدستورية الشرعية، هو يعتبر سلاح عدو لبنان. كيفك تقول له يسلم سلاحه وطالما في سلاح غير قابل للنقاش؟ لا ما معك حق، ما رجعنا لنقطة كتير مهمة هلا عم تفضلي تحكيها، إنه اليوم حزب الله بيت عم بيدخلنا نحن مفاهيم ميثاقية جديدة. طيب أخي صار بيعتبر إنه سلاح المقاومة هو جزء من الميثاق اللبناني، مش من الميثاق، ما أنه مسألة ميثاقية، هيدي ما أنه مسألة ميثاقية، هيدي مسألة خلافية كتير كبيرة. ما بيقدر بقى يعتبرها أنه خلص ركبت بالميثاق الوطني وبالتالي ما بقى فيه بلبنان، صار لبنان هو قائم على المقاومة، وبالتالي بهذا الأمر عم بيغير كل طبيعة وصورة لبنان دولة الميثاق اللي وضع ب43 وفيما بعد بالطائف، وبالتالي عم بيخلق لنا قواعد جديدة تتعارض كليا مع مفاهيمنا للبنان البدنية. على كل حال يعني هذا الانفلات باستعمال السلاح وعشوائيا صار بيطال كل العالم، أكان الأبرياء يلي عم بيتقنصوا بطرابلس وباب التباني وبأكثر من مطرح بكل محطة وكل جولات كمان، يعني عم نشوف كمان التعرض للإعلاميين. رح ناخد الأستاذ فارس الجميل وبعدين رح نشوف شو اللي صار امبارح مع فريق الـ LBC بطرابلس. نهارك سعيد أستاذ فارس. صباح الخير ست ندى، صباح الخير ساعة النائب. طول عمرك حضرتك كنت عم بتتابعنا. نعم كنت عم تابع الحديث. صدق. أنا استغربت شغلي وحدي، يعني حبيت رد على الأستاذ أوغاسابيون، لأنه عادة الأستاذ أوغاسابيون شخصية رصينة وكلمته بتكون بمطرحها. اليوم بستغرب هالاتهامات يلي حضرته هلا، نحن سمعنا كثير هذا الكلام على اتهام الرئيس مئاتي بتمويل المسلحين بطرابلس، لكن انه يطلع هذا الكلام من سعاده النائب ابن الدولي الرجل العسكري مع مناقبيته الدائمه، انا استغربت صراحه شوي يطلع هالكلام من استاذ أوغاسابيون، لانه في منطق اذا عنده استاذ أوغاسابيون، انا ما عم بعمل جدال يعني عم بعطي وجهه نظري، اذا عنده أدلة على هذا الموضوع يفترض كرجل عسكري يعني يتقدم هذه الوقائع. هذا الموضوع نحن قلنا من وقت ما بلشت أحداث طرابلس وبنسمعه وكل مرة ننفي هذا الكلام، لكن يبدو أنه هذا الكلام التركيز عليه من قبل تيار المستقبل وبعض الشخصيات هدفه واضح، هو تشويه صورة الرئيس مئاتي. نحن قلنا بأكثر من مرة هذا الكلام غير صحيح، الرئيس مئاتي لا يمول المسلحين بطرابلس، لكن في إصرار على بث الاتهام بمحاولة لزرع الشقاق والإيحاء أنه رئيس الحكومة عم بيمول الحرب بطرابلس.
هذه الحرب يا سعادة النائب بلشت قبل الرئيس مئاتي، وحضرتكم وقسم كبير من فريقكم السياسي كان موجود بالسلطة. إذا الرئيس مئاتي هو المسؤول، ليش على أيامكم حصلت هذه الأحداث؟ هذا بالمبدأ. بالموضوع الثاني، الرئيس ميقاتي لا يمول المسلحين من أولى لمليون مرة، لكن إذا كان الهدف من حملتكم كتيار مستقبل بهذا الموضوع هي الضغط على الرئيس ميقاتي لوقف النشاط الإنساني والاجتماعي اللي عم بيقوم فيه بطرابلس، يعني يمكن أنتم بتكونوا انبسطتوا بهذا الموضوع، لكن أكيد ولاد طرابلس ما بيكونوا ممنونين. هذا النشاط الاجتماعي عبر جمعية العزم والسعادة اللي عم بيقوم فيه الرئيس ميقاتي يعني. وقال الميقاتي بطرابلس بلش سنة 1980، لم يبدأ لا من سنة ولا من سنتين، ووقوف الرئيس ميقاتي إلى جانب ولاد طرابلس بكل المراحل هو عمل دائم، وكل ولاد طرابلس بيعرفوه على مختلف اتجاهاتهم ومختلف انتماءاتهم. هذا عمل اجتماعي بحت. شو دخل العمل الاجتماعي أستاذ فارس؟ يعني معلش، إذا رئيس ميقاتي أو أي نائب أقل واجباته يقفوا حد مدينة مثل طرابلس خاصة فيها نسبة فقر عالية، شو دخلها بالموضوع السياسي؟ وكمان أنه مش بس أول حدا عم بيقول أنه في مصباح الأستاذ مصباح الأحدب أنه عنده دلائل. هذا الحكي إذا بتسمحي لي كفي فكرتي، هذا الكلام اللي عم يطلع على اتهام الرئيس ميقاتي بتمويل المسلحين هدفه واضح، هناك استياء من وقوف الرئيس ميقاتي الى جانب ابناء طرابلس واستمراره بمساعدتهم، ورئيس ميقاتي عم بيقوم بهذا العمل انطلاقا من اقل واجباته تجاه ابناء مدينته واهله، ما عم بيقوم فيه لا تربيح جميلة ولا منية ولا رغبة. أنا عندي سؤال لك، طالما الرئيس ميقاتي يعني أعطى القوى الأمنية توجيهات بضرب بيد من حديد وإعادة الوضع إلى الهدوء، طب مش أول مرة الحكومة ورئيسة بيعطوا هذه التوجيهات للقوى الأمنية وبتصير في اجتماعات أمنية بقصر بعبدة، ولكن طالما هذا هو التوجه ليه ما عم نشوف ترجمة فعلية على الأرض؟ هذا الموضوع الرئيس ميقاتي هو السلطة السياسية أعطيت الأجهزة الأمنية الغطاء الكافي لحتى تقوم بواجباتها. شو المطلوب؟ ينزل رئيس الحكومة على الشارع؟ أو المطلوب مثل ما عم بيطالب بعض الشخصيات بتيار المستقبل يعتكف؟ اعتكاف الرئيس ميقاتي اللي عم بيطالبوا فيه شو بيودي لنتيجة؟ هو هروب من المسؤولية، وهذا الشيء ما رح يحصل. السلطة السياسية عطيت، شو المطلوب من السلطة السياسية؟ المطلوب تعاون كل تيار المستقبل، بدل ما قاعدين كل يوم على بلاتويات التلفزيون نتهم شمال ويمين، خلي الكل يتعاونوا. حتى سعادة النائب السابق الأستاذ مصباح الأحدب هو ابن المدينة، مفروض كل أبناء المدينة وكل الشخصيات وكل القيادات السياسية تتعاون بهذه المرحلة. طالما الكل عم بيقولوا رفعنا الغطاء عن المسلحين ونحن ما بندعم ولا أي مسلح، على هالأجهزة الأمنية عم بتقوم بدورة. بس المشكلة اللي عم بتصير انه اذا الجيش اللبناني اتحرك والقوى الامنية اتحركوا باكثر من اتجاه، عم تطلع الصرخة انه لا عم بيكون في اسف بالتعاطي. شو المطلوب من الجيش؟ يضل واقف عامل خط تماس بين اثنين؟ يعني غطاء كامل للقوى الامنية وللجيش هذه المرة، فينا نعتبر هيك بالاساس؟ شو ما كان يكون كل اجتماعات عم بتكون لتأكيد الغطاء المعطى للجيش، الغطاء ما بحياته انرفع الغطاء عن الجيش والقوى الأمنية، لكن المطلوب انه كمان التعاون الكل وتخفيف التشنج السياسي. هذا الاتهام يا سعادة النائب، بدنا نرجع للموضوع الأساسي، هذا الاتهام لا يقدم ولا يؤخر، لن يشوه صورة الرئيس ميقاتي، لأنه أبناء طرابلس وأبناء كل لبنان بيعرفوا انه هذا الكلام غير صحيح. الدعم الإنساني والدعم الاجتماعي أقل الواجب تجاه أولاد المدينة، وهو عمل عم بيقوم فيه الرئيس ميقاتي بصورة مستمرة، منه عمل موسمي بيطل وبيجي على المواسم الانتخابية. بعتذر منك بس اضطرينا نقول لمرة هذا الكلام، لأنه هذا الموضوع عم بيتم فيه كتير تطاول على رئيس الحكومة. المشكلة أنه رئيس الحكومة ما بحب يفوت بالسجلات السياسية، والطرف الآخر عم يستفيد من هذه النقطة. إذا بتسمح يا ست ندى، الطرف الآخر عم يستفيد من هذه النقطة بتوجيه السهام، يعني غير مقبول نقعد على حديث ساعة ونص ساعتين كل الحديث بيكون محوره اتهام رئيس الحكومة. حضرتكم نواب وعندكم كتلة كبيرة، قوموا بالواجب المطلوب منكم كمان، مش بس اتهام للناس. أنا بدي أشكرك أستاذ فارس الجميل، وصلت الرسالة وأكيد هيدا حق بالرد وبتوضيح كل ما قيل عن الرئيس نجيب ميقاتي. أنا بشكرك مرة جديدة أستاذ فارس الجميل المستشار الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي. شو ردك وتعليقك أنه هالقد أنتوا مستقين من عمل الرئيس ميقاتي وعائلة ميقاتي، يعني عائلة عريقة يعني في طرابلس؟ مع احترامنا وتقديرنا لشخص وللأستاذ فارس، يهدي البال شوي يعني، ما بدها بس لانه السؤال بيطرح نفسه. انا سالتك انه ليش دائما هيدا الهجوم على الرئيس ميقاتي؟ شو بيقدر يعمل يعني؟ طيب ما انا عم بطرح مش بس وجهة نظر، فاكت وقائع.
طب ابرزوها هالوقت يعني. نعم او اطلبوا من الاستاذ مصطفى اجمالا يبرزها اجمالا ندفع اجمالا ندفع بصير عبر حواليات مصرفيه او تشيكات او كيف يعني ما واضحه هذه شغله يعني ما انا لا انا قادر اخبيها ولا حدا قادر يخبيها كل طرابلس بتعرف بهالقصه هيدي يعني ما انه بس انه كمان يعني ما فينا نغض النظر انه في كثير اطراف متورطه بهيدا ولكن يعني انا المهم انه نحن وقت عم نحكي بالمكرو اسباب الاحداث بطرابلس وعم نحكي بدءا من الربيع العربي للحرب الدائره بسوريا واضح. للصراع الكوني الواصل بسوريا ما عم بيجي بحصر الاحداث انا بطرابلس بعمليه تمويل بعض المتطرفين واضح. عم نحكي يعني عم نحكي ما عم نيجي نقول والله الرئيس مئاتي هو على وقع أيوة. معركة طبعا الطلب. طبعا يعني أنا كنت بتمنى عليه نعم. كنت بتمنى عليه هو يتابع الحديث كله أنه نحن عم نحكي بمجمل أوضاع وأحداث بالمنطقة وانعكاساتها والحروب الباردة على أنواعها والصراع السني الشيعي الإيراني السعودي الأمريكي الروسي وغيرها كل هيدول كلهم عم يترجم بحرب دائرة بسوريا مع المعارضات الموجودة اليوم بسوريا وانعكاسها على الداخل اللبناني وأهداف النظام بلبنان بعملية توتير أحداث أمنية ومن هذه الأمور عندنا هذه مسألة التمويل التمويل اللي هو من هو السبب والمسبب ولكن بنفس الوقت هذه فاكت وقائع يعني على كل حال بدنا نرجع نحكي عن هذا الموضوع بدنا نختم ملف طرابلس بس بدنا نعرض هيدا الشريط يلي صار امبارح مع فريق ال بي سي زميلين بيير يوسف المصور وزميلنا ادمون سيسين كانوا بالطريق على طريق جبل محسن خلينا نسمع شو صار معهم كان حدا مركز جيش هون طب انتبه ايش بالازاز خليك تزود جيب حتى لو هن تحت الخطر بدهم يصوروا بس مش هين انه بالاي بي سي هاي مهمة الصحافة ماشي على بعد امتار والله الله نجيهم شو رأيك بتعرض يعني كمان الصحافة دايما صار مكسر عصب البلد بأي منطقة بأي مطرح بيروح حتى هو صار مستهدف من قبل القناصة يعني أول شيء من الحمد لله على السلامة ولا شك أنه مهنة التغطية بالخارج بالحروب مهنة بغاية الخطورة وهذه بتدل عن إرادة ومهنية عالية وبنفس الوقت ديفومو يعني تضحية بس شو دخلهم بما يجري الإعلامي أو أي إنسان بريء يعني هيدا تنفوت منه على باب إنه شو دخل المواطن البريء أو الصحافي اللي عم بيقدم مهمته لأنه يتعرض للقنص لأنه منطق وسقفة الحرب خارج عن كل الأصول الإنسانية والقواعد الإنسانية خارج عن كل أمور يعني بحالة الحرب خاصة حروب منا حروب جيوش يعني مع بعضها عم تحكي أنت بحروب بمناطق أهلي وإلى طابع أهلي خلاص بتفقدي كل أنواع الضوابط كل أنواع الضوابط ضوابط الأمنية ضوابط الإنسانية ضوابط المعنوية كل هذه الأمور وبالتالي كل الناس معرضين هلأ الضحايا اللي سقطوا من يوم التنين لليوم والجرحى شو دخلون ما قالون علاقة بكل هالتركيبة أقول حال يعني بس نبيل وهن الناس تدفع السمن هيدي رصاصة هن بجبل محسن اللي صار وقبل بمرة يعني كمان فريق ال بي سي اتكسرت كاميرته من شباب من منطقة باب التباني يعني الإعلاميين مش مخلصين مع حدا للأسف يمكن بسبب هالشحن السياسي اللي صاير بالبلد هلا بسوريا قديه عم نسمع انه في كتير ريبورترز عم بيختفوا في ناس كتير انصابوا في ناس كتير حتوجزوا بكل المعارك بتصير يعني بكل الحرب نحن هون بلبنان عشنا 15 سنة ومنعرف شو معناتها يعني مصور معلش سكاي نيوز سمير كساب كمان صحافي لبناني وهلأ بدنا نعرف إنه وين مصيره وشو أخباره المؤسف إنه لا بتعرف إذا عند المعارضة أو معارضات أو مجموعات مسلحة أو عند النظام عمودية حتى إنه النظام ما تعتبر إنه في هناك مركزية قوية يعني الجيوش موزعة وين مكان يمكن في قيادات صار ساحة مفتوحة رح نتابع حوارنا طبعا رح ننتقل للشق السياسي ورح نوقف كمان عند ملف المعتقلين المفقودين بالسجون السورية يعني معلش هيدا ملف ما بينتهي وبيضل يعني لازم يبقى بضمير كل مسؤول سياسي
إذا كانوا مهتمين للموضوع، خاصة أنه هلأ عم ينحكى عن احتمال عودة البحث في هيدا الملف أكام من قبل اللواء إبراهيم أو الكتل المسيحية بالبرلمان. منتوقف مع بريك ومنرجع منتابع حوارنا. منتابع حوارنا بالمحور الثاني من نهاركم سعيد. بدي رحب بالأستاذ غسان غصن، هو أحد المعتقلين السابقين بالسجون السورية، أمضى 10 سنوات بالسجون السورية. وأستاذ جان بدي أرجع لحضرتك، يعني معلي نحن قصدنا نحكي معك بهالموضوع. حضرتك بال2010 تكلفت بملف كل العلاقات اللبنانية السورية من ضمن ملف المعتقلين والمفقودين في السجون السورية. صحيح. شو عطيوكم السوريين وقتها؟ هل في لوائح؟ هل في اعتراف بوجود مسجونين معتقلين على قيد الحياة أو ناس ماتت بالسجون؟ هو نرجع من الأساس، الدولة اللبنانية بدأت تعمل بهذا الملف وألفت لجان، بدأت مع العميد أبو اسماعيل، فيما بعد مع الزميل وزير سعد، ومؤخرا كان في لجنة برئاسة القاضي معماري. طبعا هيدي اللجنة بتضم ضباط من الجيش وناس من وزارة العدل ووزارة الخارجية. هذه اللجنة كانت تجتمع مع لجنة من الطرف السوري لبحث هذه المسألة الإنسانية. هلأ اللي صار وقت اللي أنا كلفت بهذا الملف اللبناني السوري، بملف له علاقة بكل ما له علاقة بين لبنان وسوريا، الاتفاقيات، البروتوكولات الموقعة، حدود وضبط، مسألة الحدود، الترسيم، الخلافات على الأراضي، المعابر الرسمية، كل هذه الأمور. وكنا بدأنا نبحث بالمنطقة الاقتصادية البحرية وغيرها من هالمسائل والمواضيع اللي كمان كنت عم بطرحها مع الجانب السوري، هي مسألة المخفيين قصرا، غير عمل اللجنة اللي عم تقوم فيها هي بدورة. اللي عملناها نحن انه كان عندنا جملة معلومات داتا حول المخفيين قصرا، وبنفس الوقت الاثباتات والأدلة الموجودة لدى الطرف اللبناني بهذا المجال. بس اللي عملته انا قلت خلينا نعملها وفقا للأصول الدولية المعتمدة. صار عندنا اجتماعات مع الصليب الأحمر الدولي وعطونا البروجرام داتا المعلومات، وأدخلنا المعلومات كلها اللي عندنا بهذا البرنامج، وبنفس الوقت طلع معنا 615 اسم. هال 615 اسم اللي في مثل ما قلت لك وثائق مستندات أو في شهود بهذا المجال، ولحتى نقدر نتعاطى بشكل إذا علمي بهذا الأمر. وقت حكيت أنا مع مراجع مختصة، واللجنة هذه راحت على البوسنة والهرتك، لأنه بالبوسنة طبعا عانوا من مسألة الاختفاء القسري، وكان في حروب أهلية بيوغوسلافيا السابقة، وقعدوا هناك فترة طويلة، وكان لحتى يكون عندنا مقاربة إذا بدك تقولي علمية، ويكون لها نفس الوقت طابع مع يرتبط بالمؤسسات الإنسانية الدولية. هذه الداتا، هذه الـ 615 اللي نحن بدأنا نحكي فيهم ونفاوض مع الجانب السوري بهودي الأشخاص. وبنتيجتهم؟ هلأ بنتيجتهم طبعا الجانب السوري بياخدك لغير محلات، يعني بتكون أنت عم تحكي بموضوع عندهم هذه طريقة بالمفاوضات، بصير بمحل آخر. السوريين وقتها بيقولوا أنه هني عندهم 1000 مخفي بلبنان. قدموا لوائح؟ لا ما قدموا لوائح بهودي المجالات. هلا انا وقت حكيت انه في عندنا نحن اثباتات، انه في شهود، وعندنا من الاثباتات الموجوده عندنا وثائق، هي اذونات بالسجن، زيارات بالسجن. مزبوط. هلا الغريب كان انه تبين احدى الاجوبه كانت انه الاداره اللي بتعطي الاذن بالزياره من هي على ارتباط او عندها داتا معلومات عن هذا السجن، وبالتالي ممكن الاداره بالشام تعطيك اذن بالزياره والسجين ما يكون موجود، مش انه لينك كلهم مع بعضهم، وبالتالي عنده هو برنامج وعنده داتا معلومات واضحه انه بيعطيك الاذن انه هذا السجين موجود بالسجن اللي انت بدك تزوريه، وبالتالي بيعتبروا انه هذه الوثائق صحيح انه وثائق صادره من عندهم ولكن قد لا تكون صحيحه. وهلا في شهود اشخاص شافون، وفي بعض المخفيين القصر هذول اشخاص تم توقيفهم من قبل
الأجهزة الأمنية السورية بلبنان، وبالتالي يعني نحن الداتا اللي عنا إياها موثقة بهذه الإثباتات، غير مثل ما قلت لك إنه في ناس كثير خرجوا. بس الجانب السوري ما اعترف. الجانب السوري ما بيعترف لبال بال 515 يعني أو بعدد منه. لا رجع أدخلني بمتاهات، بدو يقلبها لعندي، يعني أدخلني بمتاهات المخفيين بكل الأحداث اللبنانية. هلأ نحن بالأحداث اللبنانية في مراصد مثل يوم المرصد السوري، يعني يوميا بيقول لك قد ايه راح صار في ضحايا وقد ايه صار في جرحى. خلال الحرب بلبنان كان في بعض المراصد الان جي اوز وقتها حصيت المخفيين، احصاء هذا غير رسمي وما بعرف لاي مدى صحيح، عددهم بال 17000 بلبنان. ما بتعرف شو صح، ما بتعرف مين اللي مخفي او اللي فقد او اللي قتل، اللي سافر او اللي غادر او انه برا انه بس هيدي مراصد منا ارقام رسميه ثابته عددهم هدول ال 17. وبنفس الوقت الجانب السوري بده يرد لي انه ممكن يكون هؤلاء الاشخاص اللي نحن عم نقول عنه اثبتت هن جزء من ال 17000 اللي غابوا بالداخل اللبناني، وبده يفوتونا بمتاهات المقابر الجماعيه وغيرها وكل هذه الامور، والمفاوضات استمرت على هذا الاساس. ولكن برجع بقول لك انه هيدي مساله انسانيه، حق أهلهم أنه يعرفوا مصيرهم، وأنا هذا الموضوع قربته بكل لو بروفايل، بعيدا عن الإعلام، بعيدا عن إذا بديك تقولي المزايدات السياسية لحتى نعطيها الطابع السري أو الطابع المهني العالي. ويمكن هون بدي أرجع كمان للشيء اللي عمله اللي إبراهيم يعني مؤخرا بقصة مخطوفي أعزاز، أنه اشتغل بهذه المهنية العالية والسرية، لأنه مسألة ما بتنبحث بال يعني بالعلن وبالمزايدات. رح نرجع لنكمل بهيدا الموضوع، بس قبل يعني معنا مواطن لبناني استاذ غسان غصن. أهلا وسهلا فيك، وأنا بشكرك أنك قبلت تجي تطلع معنا تعطينا شهادتك. ليش قصدنا نحن مشاهدينا ناخد هالشهادة؟ لأنه جمعة الماضي كان كل لبنان فرحان بإطلاق مخطوفي أعزاز وبعودتهم سالمين لأهلهم، بس في كمان مئات العائلات بعد قلبها محروق على مسجونين، معتقلين، مفقودين، مخطوفين، ما بنعرف أي تسمية، تحت أي تسمية بدنا نحطهم، أكان بلبنان أو في سوريا. استاذ غسان غصن، أنت توقفت بالعام 89 وانسجنت بسوريا لعشر سنوات. نعم. ممكن تخبرنا شو اللي صار معك؟ على أي أساس توقفت؟ وين تنقلت؟ بأي سجون؟ والأهم شو اللي تعرضت له؟ هل في لبنانيين بالسجون السورية؟ أنا توقفت على حدود السورية وأخذوني على سوريا على الجوية، مخابرات الجوية، ورجعوا نقلوني على صيدنايا. ظليت بالجوية سنتين، نقلوني على صيدنايا، قعدت 7 أشهر بصيدنايا، وإجاني أخلى سبيل، أخلوا سبيلي ونزلوني، بس نزلوني ما أخذوني، ما أخلوا سبيلي، أخذوني على الأمن العسكري وسجلوني باسم مصطفى عبد الله، مش غسان غصن. قالوا لي أنت هلأ اسمك مصطفى عبد الله. ودخلوني على السجن، رجعوا من أول وجديد، يعني مش إنه وين؟ بالأمن العسكري. ومن الأمن العسكري أخذوني على المنطقة كمان تحقيق، غير الأمن العسكري وغير الجوية، ومن المنطقة على فلسطين، فرع فلسطين. قعدت فرع فلسطين كمان مدة، ورجعوا رجعوني على الجوية. بس هلأ مثل ما عم بيقولوا إنه اللجان تروح تشوف السجون السورية، يفوتوا على السجن مثلا يشوفوا كم إذا في سجن لبناني، ولا ممكن يقدروا يشوفوا يعرفوا. ليه؟ لأنه تحت الأرض بمرقوكة. كيف يعني؟ يعني مثلا إذا أنت فرع المنطقة وفاتت اللجنة على فرع المنطقة، أنت بتصيري هون تحت الأرض، بينقلوكي يعني، بينقلوكي تحت الأرض. يعني ولا ممكن أنه هاي شغلة أنه لجنة تفوت على السجن. طب انت بالعشر سنين اللي كنت معتقل فيه وتنقلت بين السجون، حدا من اهلك قدر اخذ حصل على اذن زياره وزارك؟ عشر سنين بلا زيارات ولا شفت حدا. طب ليه توقفت؟ شو السبب؟ على الحدود السوريه، يمكن كان محطين اسمي او بس جوا صاروا يعطوني اتهامات انه انا بجيب اخبار لعون من سوريا. ما زبطت معهم بمحل، قال أنا ساعدت الطيار اللي سرق الطيارة من سوريا على إسرائيل، وكمان يمكن هاي مش ظابطة، قالوا لي أنت شفناك عبتحارب عبتدرب بإسرائيل.
أنا على جنوب مش رايح بعرف شو جنوب. أنت من وين أستاذ غسان وشو بتشتغل؟ من اللي بقى عرش هي الوادي. وشو كنت بتشتغل؟ كان عندي تجارة ومطاعم. يعني ما قالك عليه. وشو كنت رايح تعمل على حدود السورية بوقتها؟ كنت كان عندي تجار بسوريا بيعن بضاعة. طب بدي أسألك، التقيت بلبنانيين معتقلين؟ نقلت من كذا فرع لفرع، التقيت في لبنانية، في لبنانية كتير. مين بتتذكر؟ مين بتتذكر أسامي؟ أسامي يمكن ما أتذكر. هلا إذا بينطرح أسامي علي يمكن أتذكرها، بس إنه أسامي ما بتذكر. بس في لبنانية بس في لبنانية كمان ماتوا. هلا إنه ليش أنت شفتون يعني؟ أنا ما شفتهم بس ماتوا. اللي يظهر هلا في ناس كانوا بغير سجون، بسجن تدمر مثلا انشنق كذا لبناني، وفي ناس موجودين لبنانية وبيعرفوا. بقى هلا عم يطالبوا، طيب بس يقولوا لهم السوريين انه هيدا ميت وهيدا طيب. هلا عم بيقولوا ما في طيبين. يمكن يكون كمان ما في طيبين. ما حدا بيعرف بعد كل هالسنين. بال2000 وقتها ظهرت، كنت شفت باخر سنه انت لبنانيين موجودين بالسجون؟ شفتهم وقت ظهرنا. اللي ظهروا معنا 121 شخص. اوكي. هول اللي شفتهم. بس بالاول ما كنت شوف حدا. بس اسمع اصوات لبنانيه وصريخ وبصيدنيه تلاقيت بلبنانيه. ما بتتذكر اسمائهم وبتتذكر؟ طب التقيت في اللبنانيه انت ظهرت، هن بقيوا غير ال 121 اللي ظهرت معهم؟ في كتار بقيوا. في كتار بقيوا يعني. مثل ما عم بقول انه هلا يمكن في ناس بتسالي عنهم يمكن يكون ميت. مش ضروري يكونوا كلهم طيبين. مطلوب على كل حال هو انهاء هيدا الملف. بدي ارجع لك ساعه النائب، طب انهاء هيدا الملف وقضيه انسانيه مثل ما قضيه كمان مخطوفي اعزاز انسانيه، مثل ما قضيه المطرانين انسانيه، انه هول بالنهايه ناس ابرياء ما لهم علاقه بالصراعات. طب كيف ممكن انسانيا تنتهي التلميحات انه ممكن اللواء عباس ابراهيم يشتغل على هيدا الملف مثل ما نجح بملف المخطوفين التسعة، وفي تباشير انه ممكن ينجح بملف المطرانين؟ هل بتعتقد في امكانيه بعد في وقت بعد؟ بدي احكيك بهالموضوع، بدي اقول لك شيء اكيد، معلومه اكيد، ولكن بحب كمان اوضح نقطه. بسوريا كان في عنا نحن نوعين من اللبنانيين، النوع اللي محكومين علنا ومعروفين، مزبوط، اوكي، بجنايات او بجنح، هدول القضاء اللبناني على اطلاع بمصيرهم، وضعهم مختلف كتير عن مسألة المخفيين قصرا لأسباب خلال الحرب وبعد الطائف، ما عارفين شو الأسباب الوصايد. يعني مثل ما عم بيقول الأستاذ غسان، يعني وقفوه هو تاجر، صارت تهم وصار له علاقة بالطيارة أمن قومي. وبالتالي عم نحكي نوعين من الأشخاص، من اللبنانيين الموجودين بالسجون السوري، وبالتالي هوليك الأشخاص خضعوا لمحاكمات عادية وأهلهم بيعرفون. وهون هن جربوا يضيعوني بهذه القصة كمان، أنه قد يكون الناس اللي عم بيقولوا أنه لقوا لبنانيين قد يكونوا من المحكومين اساسا واللي معروفين، عشان هيك المساله فيها غموض. والاكثر من هيك انه ملفات السجناء السياسيين عندهم ما حدا بيعرف وين، لانه السجناء السياسيين هن مش بس لبنانيه، سوريه ولبنانيه، في فلسطينيين، في عراقيين، في كثير من السجناء، في سوريين كثير، وفي سوريه، في سوريين كثير بالفعل. فايلات تبعهم في صعوبه، وخاصه وقت اللي قيل لانه ما في داتا معلومات واحده بمكان واحد بتقدري عبره وتعرفي انت كل المساجين بكل سجناء. بس شو رايك، هل ممكن اللواء عباس ابراهيم اذا اخذ هذا الملف على عاتقه انه ينجح فيه؟ نعم، انا اول شيء بدي اقول لك، انا بدي اوجه في اللي مغير اساميهم، يمكن انتم عم تسالوا اسمه، يعني اذا حدا بده يعمل تراك يسال على يعني يمكن صار بغير اسم. صح، مزبوط. عم نحكي عن السياسيين، السجناء السياسيين، هو المخفيين غير هوليك اللي محكومين. هلا شوف، هيدي مساله بتطلب مهنية كتير عالية، وأنا بعتبر أنه اللواء إبراهيم نجح بهذا الأمر. ولكن يوم أنا بحب أكد لك أنه فخامة الرئيس الجمهورية هو أخذ قرار واضح وصريح أنه هذه مسألة إنسانية، يجب حق الأهالي، أهالي المخفيين، أنه يعرفوا مصير أبنائهم، يعرفوا مصيرهم. مثل ما أحكي صديقي غسان، أنه يا أخي إذا متوفين قولوا لنا متوفين، للأمور كلها واقفة ما بيصير. وبالتالي رئيس الجمهورية اليوم، فخامة الرئيس مصر، وهو كلف اللواء إبراهيم
بمقاربة هذه المسألة، وأيضا إبداء كل المساعي والجهود إن كان بالداخل السوري أو إذا كان في بعض الدول المعنية. وأنا بعتبر أنه ممكن اللواء إبراهيم هو بمهنيته ومهارته والنجاح اللي أظهره بعملية إدارة مسألة تحرير موقف في أعزاز، أنه إن شاء الله نقدر نوصل لنتائج بهذا المجال. وأنا هون بتمنى كمان حقيقة كنت بتمنى على أهالي المخطوفي أعزاز اللي منوجه لهم تحية وكمان تهنئة، أنه كمان التفاتة منهم لأهالي المخفيين قصرا بسوريا لأي فئة أو لأي مذهب انتموا، لأنه هذه مسألة منه مسألة المطرانين وعملوا التفاتة حسب للمطرانين للمطرانين حسب ما بذكر بأول فترة الخطف يمكن عملوا التفاتة. لا ما كان في التفاتة لهم للمخفيين، كان في للمطرانين وجربوا أنه يدخلوا المطرانين بهذه المسألة. هذه مسألة إنسانية بالنسبة لألي تتجاوز فوق كل الاعتبارات السياسية والمذهبية والطائفية. أنا بتمنى منه أنه كمان مثل الحملة اللي قاموا فيها هني بمسألة مخطوفي أعزاز، أنه هذه الحملة تستمر لهودي المخطوفين اللي هن كمان لبنانيين وبغالبيتهم مثل صديقي غسان ومش من دين واحد ومش من دين واحد من كل الطوائف، من كل الطوائف. وكمان غالبيتهم تم توقيفهم لأسباب ما لها علاقة لا بالسياسي ولا بنشاطهم ولا بالحال اللبناني يبدو بعدها. بزمن الوصاية يعاني وما يعني بعد الوصاية يعاني. أنا بدي أقول لك كمان هذه كمان نقطة مهمة، أنه نحن وقت قسمنا المخفيين لمرحلتين، مرحلة ما قبل الطائف يعني أخذنا 75 خلال الأحداث يعني 75 قبل الطائف 90 و 90-2005 سو كان في قسمين من الناس 90 لل 2005 حكومات متعاقبة والرئيس الشهيد رفيق الحريري ترأس عدة حكومات، ولكن حتى أهالي المخطوفين أو المعتقلين المخفيين قصرا اشتكوا كتير من خفة بالتعاطي من قبل الدولة بهيدا الموضوع وبشهادات كتيرة أخذناها منهم وغسان غصن من الناس اللي بيشهدوا على هيدا الأمر. شوفي ليش؟ شوفي كانت السلطة بيد بيد ما بدي برر أو أدعم، بس أنا اللي بدي أقول لك أنه التفاوض مع السوريين بزمن الوصاية كان أصعب كانت العلاقات بكتير. جيدة جدا أوتوستراد مفتوح أوتوستراد مفتوح صحيح، بس العلاقات جيدة جدا بدك تعرفي، لأنه كمان هيدي عانيناها نحن بالاتفاقيات، يعني في عدد كبير من الاتفاقيات اشتغلت أنا ساعات مع لجان مختصة ومدرعين لنقدر نغيرهم، لأنه هيدي كل هذه الاتفاقيات اللي بنيت على اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق اللي هي معارضة للدستور والقانون ما كان لازم تنعمل دباز أساسا يعني، وبنينا على وبنوا على هيدي اتفاقيات أمنية كارثة على لبنان يعني، وجربنا نغيرها وما قدرنا توصل لنا نتيجة نحن وياهم، إن شاء الله لاحقا نقدر نغير. ولكن ما نجي نظلم مرحلة كان بالفعل هو الطرف السوري هو حاكم لبنان وكان بغطاء دولي. هلأ ما بعد 2005 صارت المفاوضات مختلفة، وأنا وقت اللي كنت عم فاوض الجانب السوري طبعا بوضع سياسي ومعنوي ونفسي مختلف كليا عما كان ما قبل 2005، مش لأنه أنا يعني عندي قدرات هائلة، لأنه بتلك الأحيان كان السوري انسحب من لبنان وكان وقتها في نوعا ما دعم ومساندة دولية وخاصة مع الرئيس ساركوزي لإنجاح هذه المفاوضات اللبنانية السورية بتلك المرحلة اللي أنا كنت عم فاوض فيها بعملية تغيير اتفاقيات، وقدرنا بالمفاوضات نغير 28 اتفاقية من أصل الأربعين اللي جانب اللبناني عم بيطلب تغييرون، وراح الرئيس الحريري مع وقت بس كان واضح من المفاوضات أنه ما في أمل بهذا الملف لأنه ما حصل هذا الملف هذا الملف يعني. كانوا بيأخذوني على المحل الغلط يعني، أنا بتمنى هالأمور ما نرجع بيأخذوني على ملف يردوه لعندي ويبلشوا يحسبونا على الألف المخفيين اللي عندهم يعني، ونبلش مخفيين كل لبنان. أستاذ غسان أنت وقت رجعت على لبنان التقيت أهالي المخفيين قصرا؟ نعم. سألوك عن أبنائهم؟ نعم كتار كتار، بس انه اللي كنت بتذكرهم بقول لهم انه ايه موجودين، واللي ما بتذكرهم انه ما قدر، بس انه في كان لبنانيه في كان لبنانيه بس في منهم ماتوا في منهم بعدهم، بس هل يعقل انه واحد 30 سنه بالحبس يضل طيب؟ ما حدا بيعرف يعني، في ناس صاروا أكثر من 40 سنة مزبوط. وناس مثل ما عم بيقول سعد نائب انه صار لهم 40 سنة انه وينهم؟ طيب قولوا للعالم انه ماتوا خلص بيعملوا له جناز و
وانتهيت. بس تعال كل شوي اقول لأم ما بتموت الام وراها تقولي له ابنك مات رح تموت هي بالخيمه كمان. كتار ماتوا بحسرتهم يعني طبيعي. وكتار ماتوا بحسرتهم يعني وفي عالم ما عم يقدروا يجيبوا زيارات يعني انه في ناس ما عم تقدر تزوري. انا واحد من الناس اللي ما زاروني اهلي نهائي 10 سنين. حاولوا قالوا لك انه حاولوا اول شيء ما كانوا عارفين اني بسوريا. بعدين بعد سنتين ثلاثه اللي قدروا يعرفوا. ما صعبة. طب ساعة النائب اليوم يعني في مناطق صارت تحت سيطرة المعارضة ولكن للأسف ممارسات المعارضة بمكان ما عم بتكون شبيهة لممارسات النظام، خطف مطرانين، خطف زوار لبنانيين. وثانيا إذا في سجون صارت تحت إيدها ما في هذه السجون تحرير ل يعني ما بعرف أنا بالمناطق كثير الحقيقة أنا مني على اطلاع بالجغرافيا السياسية والعسكرية بس إنه ما كان في يعني بطريقة ما إنه مثلا حاولتوا من خلال علاقاتكم مثلا إنه ينشغل على هذا الملف بمكان ما تساعد. يعني أنا بدأت حديثي قلت لك إنه الثورة بسوريا بدأت ثورة شعبية محقة من أجل الديمقراطية والمشاركة بالحكم وإنهاء هذا النظام اللي استمر أكثر من 40 سنة. ولكن اليوم المعارضة صار في عنا معارضات ما نعم بحكي أسرار. حلو الواحد يحكي لوجيك ومنطق واقع ويحكي الأمور مثل ما هي وقال له ما منكون عم نكذب على حالنا وعلى الناس يعني رجعنا لقصة الرئيس مئات ما هيدي العملية. وبالتالي أنه تقدر تحصري هذه المسألة بطرف معارض معين بغاية الصعوبة. مسألة بدها تقنية عالية. أنا أول شيء بوجه تحية لفخامة الرئيس أنه هذا الأمر حاططها من أولوياته وكلف اللواء إبراهيم. وأنا عندي ثقة بهذا الشخص بعرفه زميلي كان أيام ما كنا بالمؤسسة العسكرية سوا بعرف كيف بيشتغل يعني هو نمط عمله وان شاء الله يقدر يتوصل لنتائج. برجع بقول لك مساله انسانيه صرف مفروض أكيد. تكون بعيدا فوق كل الاعتبارات السياسيه والمذهبيه والطائفيه مثل ما عم بيقول خي غسان انه هذه الشغله بتطال كل لبنان. بدي بس توقف مع اتصال هاتفي مع الاستاذ غازي عادي اللي حامل هيدي الرساله على كتافه صار له سنين. نهارك سعيد غازي. نهارك اسعد ليك ولضيوفك. غازي كنت عم بتتابعنا انت شو بتقول من ناحية تكون سوليد يعني قالنا سعادة النائب شو كانت المفاوضات اللي لوين وصلت مع الجانب السوري انتوا عم بتتابعوه على مستوى منظمات حكومية وغير حكومية ومنظمات حقوق الانسان. نحن ما وصلنا يعني نتيجة المفاوضات كلها ما ادت الى اي حل للموضوع لانه اليوم نعرف انه نحن في لجنة لبنانية سورية مشتركة الى 8 سنين عم تشتغل لهلا ما قدرت عملت شيء. فاذا المقاربه عم تكون بشكل ما بتعطي نتيجه لا تؤدي ما ادت الى نتيجه حتى الساعه. نحن كل اللي عم نطالب فيه انه الدوله اللبنانيه تنشئ اليه مثل ما تفضل معالي الوزير هلا قال انه في هيدي شغله معقده وبدها شغل بشكل علمي وبشكل منهج وبعيد عن السياسي وبعيد عن كل شيء. نحن كل اللي عم نطالب فيه تشكيل هيئه وطنيه لمعالجه هالملفات هيدي ومتابعتها. والهيئه الوطنيه بيكونوا الاهالي مسؤولين فيها واللجان يلي تتعاطى بهالملف مثل سوليد ومثل المركز اللبناني مثل لجنة أهالي المخطوفين وغيرهم لا متابعة هالملفات كلها سوا بشكل علمي وبشكل منهج ومن ضمن مساعدة الدولة اللبنانية أيضا لأنه نحن بنعرف أنه بين السنة 91 وال 2005 كان في تعاون أيضا لبناني أمني لبناني مع الأجهزة الأمنية السورية بتسليم لبنانيين. فإذا الموضوع معقد وبده شغل بشكل بعيد عن الضوضاء السياسية والمماحكات السياسية ومن هون إذا كان فخامة الرئيس جدي بقضية إعلانه أنه هالملف لم يترك وهيدا مفروض يحركوا تشكيل الهيئة الوطنية لمعالجة هالملف والبرسوم موجود بالوزارة بمجلس الوزراء وتقدم فيه وزير العدل وكان تم تشكيل لجنة مصغرة لمتابعته. أنا غازي بدي أشكرك على كل حال على مداخلتك وعلى كل متابعتك معنا لهيدا الملف. أنا بشكرك على تعاونك وتحكيتك بهيدا الموضوع على أمل أكيد أنه نخصص حلقة مفصلة عن هيدا الملف لأنه بعتقد أنه هو بيستحق كمان وهو من الأولويات. بشكرك على هيدا المداخلة. أنا بدي أتوقف مع فاصل إعلاني ولكن قبل بدي أشكر الأستاذ غسان غصن اللي عزب حاله وإجا عطانا شهادته عقبال ما عن جد نرجع نشوف لبنانيين عائدين أو يكشف مصير المخفيين قصرا أكان بلبنان أو سوريا. بنرجع بنتابع بعد الفاصل. تفضل. بس كمان انا وجه شكر للاستاذ غازي بالفعل
عطى لهذا الأمر لهذه المسألة الإنسانية عطاها بعد كتير مهم خاصة على مستوى المؤسسات الغير حكومية والدولية. يشكر على كل الجهود اللي قام فيها. كنا بدنا نسأل مثلا معالي الوزير عن المخطوفين اللي إجوا. سؤال أخير قبل البريك. في مشروع قانون متقدم وموجود في لجنة الإدارة والعدل لمساواتهم بأسرى إسرائيل. صحيح. إنه ليش هتعطي ست وجارية يعني بالبلد؟ ما هو اللي كمان هيداك احتلال وهيدا احتلال. لو بدنا نسميه وصاية بس كان احتلال. هذا حق ونحن ليش بدهم ياخذوا تعويضات؟ لأنهم ما بيقدروا يشتغلوا. هذا احتلال. ليش تتحركوا ككتلة؟ نحن بالنسبة لنا يعني كتلة تكتل العماد عون، كتلة القوات، كتلة الكتائب بتحركوا، ليش ما بتدعموا؟ لا لا نحن موافقين على الموضوع. نحن نعتبر مثل ما هن بيعتبروا إنه كان احتلال، بنعتبر احتلال. بدك شوف الفريق السياسي اليوم يعتبر انه ما كان احتلال. ما فيها تكون من ضمن اولوياتكم اذا عقدت جلسه عامه. لازم تكون اذا لازم يكون انه هذا محرر. العالم اللي اجت ما حبسينا سنه وسنه ونص ومدشنوه ساعدوها. طيب اقل شيء يقولوا لهودي اللي اجوا من سوريا تعالوا ناخذكم على المستشفيات، بس خلينا نروح على المستشفيات. يعني عانوا الأمرين عن كل حال أهالي المخفيين قصرا وحتى من أطلقوا وعادوا من السجون السورية. فإذا نتوقف مع فاصل إعلان ونرجع نتابع آخر محور من حلقتنا. نتابع حوارنا مع النائب جان أوغاسابيان عضو كتلة المستقبل. ولكن قبل ما نفوت بملف الحكومة ومقاطعة المستقبل للجلسات العامة بمجلس النواب، بدي أرجع أروح على طرابلس مع زميلتنا رنيم بوخوزام. نهارك سعيد رنيم. نهارك سعيد إليك ولضيفك. رنيم، كيف الأجواء بطرابلس؟ أنت وين واقفة هلا؟ هل في أنص؟ هل بعد في اشتباكات؟ هل في ضحايا اليوم؟ يعني نحن موجودين عند مستديرة أبو علي، فعلا بعد في أنص. يعني من ساعة اللي وصلنا إلى مستديرة أبو علي حتى الساعة يعني نسمع بشكل متقطع أصوات رشقات نارية. صباحا كان هناك سقوط لقتيلين بجبل محسن، أحدهم عمره 16 سنة. ويعني اليوم يعني ينفذ الجيش اللبناني انتشار كثيف في شوارع مدينة طرابلس وعند خطوط التماس وفي نقاط الاشتباكات، وهناك حواجز يعني تفتش بشكل دقيق جدا السيارات المارة. ليلا كان هناك يعني اشتباكات عنيفة مع ساعات الليل الأولى، ولكن ما لبث أن انتشر الجيش وبدأ ب يعني إطلاق نيران باتجاه يعني مصادر النار. كان يرد على مصادر النيران، وعلمنا بأنه حصلت مداهمات في جبل محسن ولقد تمت إزالة يعني بعض الدشم. أما بالنسبة لأعداد القتلى والجرحى، هناك تضارب في المعلومات. يعني حكي حتى الصباح حكي عن 9 قتلى وأكثر من 67 جريح، يضاف إليهم القتيلين يعني اللذين سقطا صباحا بجبل محسن. حاليا الأجواء في طرابلس كما قلت سابقا يعني هناك هدوء حذر، حركة السير مشلولة نوعا ما، وخصوصا يعني أن اليوم هو يوم أحد، ولكن يعني يمكن رؤية الخوف ويعني الشلل في هذه المدينة. سياسيا ماذا تفعل فعاليات طرابلس اليوم؟ هل في من اجتماعات، من لقاءات، هل في من مساعي لإعادة الأمور إلى الهدوء؟ يعني حتى الساعة لم نعلم عن أي مساعي يتم القيام بها صباحا يعني اليوم. كل ما علمنا بأنه الجيش اللبناني ينفذ خطة انتشاره بشكل مكثف أكثر وبشكل صارم أكثر، وهناك رد على مصادر النيران. ويعني نحن بانتظار ما ستقول إليها الساعات المقبلة، يعني ما إذا كان سيكون هناك أي حركة سياسية في المدينة أم لا. شكرا رنيم بوخزام، وانتبهوا على حالكم طما يرجع يصير معكم يعني لا سمح الله مثل ما صار مع زملائنا امبارح بطرابلس. سعادة النائب، يعني بعد الجولة مستمرة فينا نقول، وإن كانت بوتيرة أخف وما بنعرف كيف راح تكون خلال النهار. طب هون يعني وضع الأمن متفجر بطرابلس، ولكن وضع سياسي مشلول بالكامل. أنتوا عم بتقاطعوا جلسات مجلس النواب بحجة اللاميثاقية والاعتراض على جدول الأعمال. طب أنتوا ما بتتحملوا كمان جزء من المسؤولية بشلل عمل المؤسسات؟ عم بتعرق له تشكيل الحكومة بكمان شروط وشروط مضادة. شوفي ندى، أنا بعتبر أنه الشعب اللبناني مل يعني من كل الفرقاء السياسيين، لأنه شايف البلد عم بينهار والأفق مسدود، وكل محاولات احداث ثغره ما بجدار الازمه عم تنتهي بفشل.
وبرجع بقول لك انه دخلنا السياحة اللبنانية نحن بالصراع القائم، ومسألة النائب النفس وبيان بعبدة عند البعض اعتبروه مجرد حبر عوارة او انه ولد ميت والى اخره من بعض الاطراف حسب الله، يعني بهذا الامر اللي هو بيان بعبدة كله قائم على هذه المسألة، تحييد لبنان يعني ما قدرنا حيدنا لبنان، وبالتالي جبنا الأزمات كلها. فات حسب الله مسلح على داخل السوري تحت عنوان أنه يا أخي أنا ما بدي حارب بلبنان، هات لنحارب منحارب بسوريا الأطراف المتطرفين إذا ما نقول، حتى ما بعرف شو بسميهم، هو القاعدة التطرف التكفيريين بسميهم التكفيريين تكفيريين. وبالتالي طيب يا أخي أنت بتختار، ليش أنت بدك تختار ساحة المعركة؟ ما بيجي هذا كمان بيختار ساحة المعركة بلبنان والضحية، يعني صرنا نحن كل هذه الأمور، يعني إلى جانب أنه لبنان اليوم منه على بسلم الأولويات الأممية، من بسلم الأولويات الأممية ولا الغرب، لأنه الغرب كله والأمريكيين مهتمين بالسلاح الكيميائي، مهتمين اليوم بجنيف بملف النازحين، يعني طبعا ما عم بيهتموا بشيء منا بسلم الأولويات. وبنفس الوقت كمان أيضا هناك غياب لضوابط عربية، وبالتالي أو أي جهود دبلوماسية سياسية ما عربية دولية مشتركة، مثل ما كان يصير في بالطائف ومثل ما صار مؤخرا بالدوحة، ما في. طيب بالوقت نحن كلبنانيين شو ما نعمل؟ هل احنا كلبنانيين هل انه قادرين بالفعل انه نبني شبكه امان تقدر تحمينا من كل هذه الصراعات والحروب اللي اليوم موجوده واللي قد تستمر وقد تتفاقم؟ لانه الواضح انه عند الغرب ما عنده رؤيه واضحه عن مستقبل الحرب الدائره بسوريا سوى في مساله الكيميائي وجنيف 2، وبعد جنيف 2 ايوه بعد جنيف 2 كمان منا مستويه، يعني لانه اذا بتقري اليوم بعض الصحف الغربيه بتقول انه بالاداره الامريكيه ما في الا كيري هو الوحيد اللي عم مقتنع بجنيف 2، بينما كل الاداره تبعته الفورين ديبارتمنت ما في جدوى منه، ما حدا مقتنع انه قادرين ينجحوا جنيف 2، ومن سيحضر جنيف 2 من المعارضه، مين بده يحضر واذا النظام بده يحضر ولا لا. واليوم ادخل الابراهيم الجانب الايراني وهذا الموضوع عم بياخذ رد، ولبنان عم بيبقى فرق عمله، ونحن ملتهين بعضنا عم نشل العمل المؤسسات وعم نمنع تشكيل حكومه. بس بنفس الوقت كمان بدنا نحمي التركيب السياسي اللبناني، بدنا نحمي التوازنات الداخليه اللبنانيه، بدنا نحمي لبنان، بدنا نحمي لبنان الميثاق والطائف، ونحمي لبنان بمفاهيم بشار الخوري ورياض الصلح اذا بدك تاخذي مفهوم العام. هيك حمينا نشل العمل المؤسسات بمجلس نيابي يمدد لنفسه ويمدد لكل شيء لكل الواقع. هذا امر سيء. بس ولكن انه شيء الغريب انه الشيء اللي بيعمله اليوم هذا الطرف السياسي اليوم الرئيس بري اكفر المجلس النيابي سنه ونص، يعني هو بيقفل المجلس النيابي، وفي فريق اجى حزب الله سكر الوسط سكر الوسط التجاري سنه ونص وحصر السرايا وشال المجلس وشال كل المؤسسات، واليوم بيحكيكي عن الشال. طيب اخي انت انتظام العمل السياسي بلبنان يتطلب بداية بتأليف حكومي، استقامة العمل للسلطات الدستورية بيتطلب الالتزام بمبدأي 1 تعاون السلطات، 2 فصل السلطات، كمان بنفس الوقت بده يكون في قدرة للحكومة على المحاسبة والمسؤولية. أنا ببلش شرع فيش حكومة تحاسب، وما فيني حاسب هذه الحكومة، ويمكن هذه القوانين لهم أعباء مالية، مين بيقول إيه أو لا؟ يعني بنجي أنا بشرع أمور أول شيء منا بصفة طارئة، لأنه نحن عم نقول أنه المجلس النيابي بيشرع ضمن الإطار الضيق لأمور إلى الطابع الوطني. بالماضي يمكن أقروا الطائف، ما كان في حكومة، كان في حكومتين وقتها وما كان في حكومة، ولكن هيدي شؤون وطنية كتير كبيرة. يمكن في مدة مرة أقروا موازنة بوجود حكومة مستقيلة للرئيس كرامي، يعني كل هذه الأمور بنعتبرها مواضيع وطنية. أخي لشو بدنا نروح نحن بجدول أعمال فضفاض؟ الخوف انه انا اذا بدي اخذ رئيس مبادرة الرئيس بري واتحكي عن النقاط الخمسة بيناتهم بحث المسألة الاقتصادية وغيرها وتأليف الحكومة وبيان الوزارة للحكومة، يعني عم بيجي يقول انه شو عم بيقول لي الرئيس بري؟ عم بيقول لي بلا حكومة يا اخوان، خلينا نعمل نظام مجلسي، مجلس النواب
هو باقتراحات بمرة كل شيء. مبادرته كانت داعمة لمبادرة الرئيس لا أكثر ولا أقل. ليش بده يكون إلغائي يعني؟ فيها خمس بنود، أربعة منهم جديد ما لهم علاقة بالاستراتيجية الدفاعية. إنه بس ينبحثوا أقل طالما هيك فيها الانقسام العميق. هيدا من مهام صلاحيات الحكومة المواد 59 و 64. طب طالما هو مفتاح عمل مجلس النواب واستئناف عمل مجلس النواب تشكيل الحكومة، ليش أنتم عم بتعرقلوا مثلكم مثل غيركم تشكيل الحكومة؟ قصتنا ده أنا بدي أقول لك فاكت واقعية ويمكن الناس بتعرفها وناس يمكن متعرف. نحن بالأول طرحنا كان كـ 14 أزار حكومة حيادية أو حكومة منه من الفاقعين، ناس من أصحاب الاختصاص والقدرة ناجحين بمجالات عملهم، إن كان بالأمن أو كان بالعدل أو كان بالاقتصاد أو كان بالصناعة أو كان دبلوماسيين قادرين كبار، عم نجي نجيب حكومة ولو أنه بعد بلبنان كل واحد عنده ميل، ما في مشكلة، خلينا نجيب حكومة إنقاذية لهذه المرحلة، لأنه نحن ما زمن الحلول بالمنطقة، ما حدا يكذب على نفسه ويقول أنه هلأ لبنان قادر يخترع حلول ناجعة بالمنطقة، دكور؟ أوكي، مرحلة إنتقالية، خلينا نجي نعمل حكومة هيك، وطاعوا يا أخي نحن فريق 14 و8 نجي على هيئة الحوار ونكسر رأسنا بالموضوع هونيك بمسائل إلى بعد أمني، وخاصة مسألة اللاجئين، مسألة بغاية الخطورة هلأ وعم تشكل وزر كتير كبير على كل المستويات. على كل المستويات، معك حق على كل المستويات. الفريق الآخر ما قبل أجا بلش يحكي عن الأحجام، إنه والله كل فريق سياسي شو حجمه بالمجلس النيابي بيكون عنده نفس نسبة الحجم بداخل الحكومة. طيب يا أخي أنت إذا هذه منطقة الأحجام هذه بتعتبرها أساسية وقت الألف حكومة الرئيس مئاتي، لما قلت لنا أنت كـ 14 أزار عندك 47% تعب بدي أعطيك 47% أنا من حجم الحكومة، فتولنا بثلاث أربع وزارة بس لتقولوا إنه أنتم بتكون تعملوا حكومة نحن مشاركين فيها. طيب ليه وقت اللي بدك في أحجام وقت اللي بدك ما في أحجام؟ طيب جينا نحن ما بعد المشاورات والنقاشات اللي تمت فوق وتحت الطاولة كل هالأمور، جينا قالوا لنا أنه والله في إمكانية ننجح حكومة 3-8. نحن كنا قايلين أنه لا نجلس على مع حزب الله على طاولة الحكومة، مش بالحوار بالحكومة، صحيح؟ مزبوط. شوية إلا إذا انسحب من سوريا، إلا إذا انسحب بسوريا. طيب جينا قالوا لنا وقت حكي عن 3-8 بما أنه 8 ل 14 8 ل 8 أذار و 8 لفخامة الرئيس وليد بيك ورئيس تمام سلام، كان في موقف من 14 أذار بقول لك اياها هيك علنا انه يا اخي اذا مشيتوا بهيدي، انا ما بقول لك ايه او لا بس اذا مشيت فيها بتركب تمشي، ما راح بقول لك ايه لانه انا اذا بقول له ايه بصير غير محل. وفعلا صار هيك، شافونا الاخوان انه والله مشينا بثلاث منات وتنازلنا تنازل كتير كبير كتير كبير التنازل عن الشروط السابقه، صرنا بالاحجام. طب يا اخي ما بصير هيك كل شوي انه عمليه هيدي انه تنازلات 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 مشان شو بالنتيجة؟ يعني بيجي حزب الله بيحط لك اليوم أمام ثلاث احتمالات، يا أما بدك أنت تستمر بالوضع على ما هو وهذا حكيوا فيه أنه ما عندهم مشكل فيه الجماعة، وهذا الستاتيكو بس كيس سيناريو لقالهم، يعني هاي التوازنات أفضل شيء لأنه هو قاعد عم بيستفرد بكل خياراته السياسية الاستراتيجية وبكل نشاطاته بداخل لبنان وخارج شو لبنان. شو بيفيدوا انه ما يكون في حكومة لحزب؟ طيب ما في محاسبة، شو بيفيد حدا يعني؟ ما في محاسبة، ليش اصلا الحكومة قادرة تحاسب؟ شو بيفيد افراغ المؤسسات؟ بيوصلنا لشيء اسمه مؤتمر تأسيسي، وقت اللي بيجي سماحة السيد بيحكيك عن مؤتمر تأسيسي معناته شو يعني؟ انه عم بيغير كل مفاهيم هذه الدولة الميثاقية اللي حكيتك عنها. ولكن النائب محمد رعد بيقول لم نطلب تعديلا لا بميثاق وطني ولا بدستور ولا بصلاحيات، ولكن اقل ما طالبنا به هو ان يعني ان لا يهدر ما قامت به المقاومة وان يتم الحفاظ على مواقع القوة التي حققت انتصارات وتحمي لبنان من اي عدوان، ومع ذلك لا يريدون لهذه القوة أن تستمر. نحن ما بدون يغيروا لا مؤتمر تأسيسي ولا يدقوا بالمساء ولا شيء. شو أنا جبت كلام هيدا كلام محمد رعد ستنادى أنا المؤتمر التأسيسي جيبه من عندي ولا حكي سمحت السيد حكي ولا جبته من عندي أنا حكي؟ أنا مبني على فاكت على وقائع على كلام صدر منه، ما بعرف إذا غير رأيه ولكن أنه أخي شوفي يعطوني حزب الله يعطوا الشعب اللبناني نموذج واحد بالعالم في قوة عسكرية أقوى من قوة الدولة وهي تعمل بإرادة خارجية، نموذج واحد بالعالم. سؤال كيف بده ينتظم الحياة السياسية؟ كيف بتنتظم إذا في قدرة عسكرية هائلة عند حزب الله ما شاء الله، عرفت كيف؟ وهي تعمل بقرار إيراني، كيف بده ينتظم الحياة السياسية اللبنانية؟ كيف بده ينتظم؟ بكلمتين لأنه خلص وقتنا، هل سننتظر توافق سعودي إيراني على غرار ما حصل بالتوافق اللي جر اللبنانيين إلى الدوحة؟ بكلمتين.
هذا الموضوع بعيد هلا بعيد المنال يعني. انا بتمنى اليوم قبل بكره يصير في توافق, وحتى يصير في توافق يمكن ايراني دول خمسه زائد المانيا بسلاح النووي, لانه بالنتيجه الحل بلبنان هو حل سياسي منه بالقوة, ولا فريق قادر يلغي التاني. كلنا سوا بقى نعيش بهالبلد, هذا البلد لكل الناس دون استثناء, وبالتالي بده يسمحوا لنا جماعة الحزب انه يخي منطق السلاح والبرودي ما بتمشي, منطق المشاركة بتمشي, وهذا منطق الشراكة بيتطلب أول شيء واحد بده يقعد على الطاولة ويقبل بالتاني إن شاء الله يقبلوا فينا. أنا بدي أشكرك سعادة النائب جان أوغاسابيان عضو كتلة المستقبل على هالحوار والحلقة اللي كانت هيك غنية بالمحاور والقضايا. أنا بشكر متابعتكم لألنا مشاهدينا ليوم الأحد, وأنا برجع بلتقيكم أربع الجاي إذا الله رد.